آجل كريم بنزيما يغير اسم نادي ريال مدريد ويحوله إلى الحكومة مدريد. الله لا أمزح يا شباب، خلاص خلاص. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقة جديدة من كن أسطورة. قبل ما أبتدي اضغط لايك، اشترك في القناة، فعل زر التنبيهات، وصل هذا المقطع ايش قد ما تحب من اللايكات. اليوم يا شباب راح نكمل مع ريال مدريد، واليوم أتوقع عندنا حلقة تغيير شكل اللاعب، الحلقة المهمة. احنا طبعا بشهر يناير، فترة انتقالات، بس ما راح أسوي شيء بالانتقالات، مباريات السهلة أغلبها سكيب مثل ما متفقين. أتوقع اليوم عندنا أهم مباراة هي مباراة الأبطال، عندنا مهمة طبعا أكيد، مباراة فالنسيا بعد مهمة. احنا نتوقع متاخرين بالدوري، ممكن نلعب كلاسيكو اليوم. برشلونه المتصدر حاليا، احنا بالمركز الثاني، الفارق بيننا وبين برشلونه 3 نقاط. خلينا نشوف هداف الدوري على السريع، وبعدها نروح نغير شكل اللاعب. هداف الدوري انا ب 20 هدف، 17 هدف كيليان مبابي. والله جيد، انا عندي 20 يا شباب، انا توقعت انه ما عندي اهداف هذا الموسم. خلينا نروح نغير المظهر وشكل اللاعب، والاغلبيه يردون لون الشعر ازرق يا حبيبي. راح اسوي ستايل غريب يا شباب، نصف موسم، اعذروني على الستايل اللي راح يطلع. يعني البعض قال لي سوي اصلع، والبعض بعض قال لي لا يا مصطفى سوي اللاعب شكله غريب. والله هذه مسخرة يا شباب، مو شعر يعني، شو راح يشوف. يلا اوكي اوكي اوكي، اوه اي والله حلو، والله حلو. يلا يلا بهالشكل، بهالشكل حلو يا شباب، عجبني الصراحة بهالشكل. اللون اكيد غريب غريب يا حبيبي، يكون اللاعب تشوفه من بعيد. شباب نصف موسم، يعني اللي يصير عذرونا عليه، نصف موسم فقط. واذا حبيت هذا الشيء اكتب لي بالتعليقات، اذا ما حبيته نغيره ان شاء الله، حلقتين يتغير باذن الله. ما ادري هل ازيد اللون الازرق او اخليه غامق، يعني والله بهالشكل اشوفه حلو. شباب هل هذه جديدة الأحذية ضايف فيها بيس؟ بس ممكن يكون جديد، هذا يناسب لاعب ريال مدريد. والله عجبني، يلا حلو روح. حتى القفازات راح أغيرها، مطقم ويا الشعر بالقفازات، والله مسخرة راح يصير هذا اللاعب. إيه بهالشكل يا حبيبي، بهالشكل الجوارب. أتوقع أرد أطول اللاعب شوية يا شباب، سنتيم واحد بس أتوقع ما يضر، وبما أنه طال شوية يعني كبر بالعمر هو صح، نخليه 78 وزنه، فيكون بهالشكل أتوقع أحلى. يعني بالقدم راح يتحول إلى القدم اليسرى، اللاعب راح يركز على قدم اليسرى بقادم او بنهايه هذا الموسم، ونشوف هل نستقر على هذا الشيء او لا. اتوقع هي مثل ستيرلينج، والله راح يصير مسخره مو لاعب. عجبتني يا شباب هاي الحركه بالضربه الحره، احتفال اكيد احتفال مجنون. ضربه الجزاء ايضا غيرتها يا شباب، غيرنا كثير امور بالاحتفاليات وبهذه الامور. هسه مباشره نروح، اعتقد مباريات عندنا سكيب، بس خلينا نتاكد من التدريب اللي جاي ندرب عليه. تسديد الكره في الهواء 432 يوم، اكثر من موسم، اكثر من سنه كامله. يعني فزنا 1-0 بمباراتنا اللي سوينا لها سكيب، احنا حاليا بعد نقطه واحده بس على برشلونه اللي يتعثرون يا شباب. صداره ان شاء الله بإذن الله. طاقتي 99، شكلي 99. تقييمكم من 10 شكل اللاعب. فيا ريال سكيب مركزهم متأخر، مركز 18، فزنا 4-2، باقي نقطة واحدة. يا رب برشلونة ما يتأثرون هسه، أريدهم مباراتنا وياهم نفوز عليهم وناخذ منهم الصدارة. صار عندي 26 هدف. هسه نهاية فترة الانتقالات، الآمال مرتفعة لملك الأهداف، هو أفضل هداف حاليا. وقال اليوم شنو قال؟ بس تعال تعال ما قلت شي أنا. وقال اليوم ما يلي: لا أسعى للتسجيل من أجل نفسي، لكنني أسعى لانتصار الفريق. لا والله من أجل نفسي، ما عليكم يا شباب، هذا بس حكي قدام الإعلام. أوكي خلينا نشوف مباراتنا. بيتيس نلعبها، اسسونا سكيب حتى نلعب فالنسيا، ونلعب ختافي، سوسيداد، واندرلاخت، وشبيليا، وممكن برشلونه. وهاي مباريات كريم بنزيما منزل هازارد، منزل رودريجو، انا بالهجوم كاسيميرو. حلوه يعني تشكيلتنا، ميليتاو تشكيله حلوه يا شباب، الا ظهير اليمين يعني انا ما مقتنع به الصراحه. مباراه بملعب ابو ابراهيم، ماكو شيء اسمه سانتياغو برنابيو، بعد تنسونا يا شباب. اوكي نزول لاعبين الى ارضيه الملعب الجميل، ملعب ابو ابراهيم العريق يا حبيبي، وان شاء الله نفوز بهذه المباراه. يلا مباشره مباشره يا مصطفى، ندخل بجواء المباراة. الله الله، منور 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 يا مصطفى، والله ما منور، مزرق. يا سلام، اريد اسجل اول اهدافي بهذه. وين يا مجنون؟ يلا يا سلام مصطفى يا ولد. هي لا 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 لا. يا سلام عليك يا رهيب، اسطوري والهدف الاول يا شباب. حلو حلو حلو، هذه اول اهدافي. بعد ما احتفلت بالاحتفاليه لازم احتفل بالاحتفاليه الاولى يا حبيبي. هلا هلا، درق اندرق اندرق اندرق. شوف التمويه والتصويب يا ولد يا ولد يا ولد. مصطفى مصطفى التصويب. الله الله الله، نهاية المباراة 1-0، 3 نقاط، فارق يبقى نقطة واحدة بيننا وبين برشلونة، وصار عندي 27 هدف ب 31 مباراة، أعتقد إحصائية جيدة مع 5 أسس. مباراة أساسونا سكيب، فزنا 2-0، برشلونة بعد فازوا، طبعًا برشلونة مسجلين أكثر من عندنا ومتلقين أهداف أكثر من عندنا، بس المشكلة وين يا شباب؟ إحنا أهدافنا قليلة. مباراة فالنسيا، هذه مباراة مهمة وأكيد ألعبها وإن شاء الله أسجل بيها. جيبها 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 مصطفى، يا سلام. حلوة. طيني. يا ولد.
هي 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 لا سهلة يا ولد يا زلعي يا سلام يا سلام يا سلام حلو هدف أول 1-0 رهيب رهيب أسطوري يا مصطفى وصلت لي مباشرة تمويه وتصويب باليسار كرة جول لا لا مرة شباب انتبهوا رجاء نهاية المباراة فزنا فوز صعب لكن هذه المرة على فالنسيا برشلونة بعد فازوا يا شباب هسه مباراة الكأس ضد ختافي مصطفى يا ولد دير بالكم يا شباب بس لا تضيع بس لا تضيع بس لا تضيع يا سلام الله 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 أسينسيو طلع برا أسينسيو بشوف مصطفى سوى شوف 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 يا حبيبي يا حبيبي على الدوران والتصويب بالقدم اليمنى بس هذا حمار هذا وين مداها لا لا شباب 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 حلوة داخية اعطيني اياها يا ولد يا ولد الله 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 شنو هذا يا شباب خرافي واسطوري يا لعيب صاروخ هذا يا شباب شنو هذا الهدف شوف 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 الكرة وصلت استلام المرور يا لعيب شوف شوف بوم صدها 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 انت ولا تجيب وياك 10 بعد ما يصدون هذه الكرة مباشرة على وجه الحارس بس ما يشوفها السريع 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 يلا مصطفى يلا 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 المرور يلا هي 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 الله الله حتى وهو واقع يا شباب يسدد ويصوب شوط اول 1-0 شوط اول ناري حلوه 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 وصلت 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 شوف السرعه شوف السرعه يا حبيبي شوف السرعه يا سلام خلص عليهم مباشره والهدف الثاني 2-0 يا لعيب روح 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 يا عمري روح وكمل حلوه تمريره رودريجو اعتقد هو اللي صنع لي الهدف والاسيست والانطلاقه السريعه هو 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 جول طيني 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 لا تأخرها لا تأخرها لا تأخرها لا 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 لو أدري يا شباب من البداية مسوي شعره بهالشكل هذا جن جنون مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي يا حبيبي مو طبيعي هذا هو أحلى هدف أتوقع بالسلسلة رسميا يا شباب اليوم سجلت أجمل هدف بالسلسلة اكتبوا لي بالتعليقات هذا الأجمل لو أكو أجمل منه شوف الإعادة شوف 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 الاستلام مباشرة بوم بو 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 صاروخ العب 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عدت 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 جيبها جيبها يا مصطفى يا ولد يا ولد يا ولد اسطوري اسطوري وسرعة خرافية لا لا يا حي لا خلاص يا شباب نهاية المباراة 3-0 هاتريك على ختافي برشلونة اتلتيك بلباو وريال بيتيس وريال مدريد نصف النهائي مباراتنا راح تكون ضد ريال بيتيس برشلونة راح يواجهون الاتلتيك بلباو الله خلاص رسميا طاقتي 100 يا حبيبي 32 هدف بالموسم هسه مباراة سوسيداد يلا هي على الطاير الله 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 ما جتي ما جتي لو جاية شانق اوب فاول حلو خلي نشوف تصويبة مصطفى للضربات الحرة ان شاء الله انا ينطوني اياها يعني اذا ما انطوني اياها بشعري اهجم عليهم يلا مصطفى يلا 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 جول 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 لا ضربت يا سلام مصطفى 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 اضرب 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 قوية اوت مصطفى يلعب يا ولد هي هدف ليش ليش روح 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 يلا سجل لا مفروض انا مر اصوب والله مفروض اصوب ما مرر بهذه الكرات حلوه حلوه المرور يلا سجل سجل يا حبيبي سد تقولوا لي يا شباب ليش ما تمرر ليش مصطفى انت اناني طبعا اناني شفتوا هذه هذه الكرات يعني هذه هذه تضيع بس فينيسيوس ضيع يعني من تريد يضيع اكيد يضيع يلا يلا سجل يا حبيبي سجل يا سلام هذا اسيست وهدف يا شباب هدف لا تقول اناني هذا فينيسيوس سجل يا شباب حتى فينيسيوس سجل يا سلام على الاحتفال ايه شو هتسوي ايه نظف نظف يا حبيبي نظف يلا نظف لا لا انا اتحمل مسؤوليه التعادل بهذه المباراه لان ما سجلت وضيعت ومررت تمريرات لازم كنت اسجل بيها نهايه المباراه للاسف 1-1 بالدقائق الاخيره سجلوا برشلونه فازوا والفارق يزداد بيننا وبين برشلونه الى 3 نقاط هسه مباراه الابطال ضد اندرلخت دور 16 دوري ابطال اوروبا حلوة 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 جابها 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 يلا 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 هذه ما تضيع هي 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 روح 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 مصطفى روح مصطفى روح مصطفى هدف الفوز 1-0 يا سلام اسجل يا حبيبي اسجل جنون جنون هذا اللاعب انجن من وصل طاقته 100 اسعد اسعد يا حبيبي اسعد 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 يا سلام
شوف شوف ما متفاهمين، ما متفاهمين نهائيا بيناتهم، ما متفاهمين. خلاص 1-0 انتهت المباراة، لاعبيننا ما جاي يأدون وياي يا شباب، بس أنا جاي أدي بالفريق. هسه مباراة إشبيلية بعدها الكلاسيكو إن شاء الله. يا فاول 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 فاول، ضربة حرة. مصطفى هالمرة سجلها رجاء. أوكي أنا وحدي يا شباب، ما عندي عذر. يلا بسم الله. يا رب. هي ما جاي يسجل الضربات الحرة، اللاعب ما متعود أنا لا على الوقفة لا على القدم، تصويب تلفة مال الكرة يا شباب قوية. بس هذه أقدر لها. أوه. آه. يا سلام. يا ولد. هي ما جاي تجي. العب. آه حكم فاول فاول مصطفى، خلاص خلاص 3 نقاط بهذه الكرة وخلصنا وريحنا وسجلها. خلاص يا مصطفى خلاص 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 3 نقاط يا شباب 3 نقاط. يا سلام خلصنا وسجلها يا مصطفى، انتهت المباراة 1-0 فوز صعب، 3 نقاط صعبة. شوف يا ولد يا ولد يا ولد، نهاية المباراة 1-0. برشلونة خسروا ضد أتلتيكو مدريد، رسميا احنا بالصدارة، برشلونة مركز ثاني، وهسه مباراتنا ضد برشلونة ممكن نعزز نفسنا ونقاطنا بالصدارة. 34 هدف عندي هذا الموسم، كلاسيكو يا عمري. هذه هي المباراة الأخيرة بحلقة اليوم ضد برشلونة، اخرجوا الآن وقدموا أفضل أداء راح نسحقهم بإذن الله. يلا يا شباب إن شاء الله الفوز بهذه المباراة يا فاران، فاران القائد. مباراة بالكامب نو على ملعب برشلونة وأمام جمهورهم، ما ندري قد نتيجة مباراة الذهاب اللي تذكر، خلي اكتب لنا بالتعليقات. طبعا اكيد ميسي ما موجود، ميسي معتزل ورجع شاب صغير يا شباب، وما ندري بيا نادي هسه هو. يا ولد يا مصطفى يا سلام. الله 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 الله، فاول 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 يا حكم. اوكي رجع رجع للضربه الحره، جيد. انا اللي اصوب وممكن ان شاء الله ان شاء الله بالشباك. يلا يا مصطفى، هي هي حطها حطها حطها. جول 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 جول. هدف الاول على برشلونه يا عمري بالكامب نو. يا سلام يا ولد يا ولد يا ولد، هذه التصويبة يا شباب من اللي صوب هالشكل الضربات الحرة؟ كتبوا بالتعليقات اللي يتذكر، الصراحة أعرف اللاعب بس ما جاي يتذكره. روح سجل سجل فينيسيوس سجل، طلعوه طلعوه طردوه ما أريده. روح 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 مصطفى، مر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لا 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 لا، صواريخ صواريخ. وهذا الهدف الثاني يا حبيبي، 2-0. شوف 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 المرور من ديونج، شوف المرور من ديونج يا ولد على المراوغة، والمرور والتصوير بوم. صعب على الحارس، صعب على تير شتيغن. آخر فرصة تقريبا قبل نهاية الشوط يا حبيبي، يا سلام. والله مسخرتهم. شوف ديونج يا حبيبي، دال خلاص ما تحمل، تعال. هو هدف ثاني، خلاص خلاص خلاص. جول 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 جول، هاتريك. طيني يا سلام، خلاص الدفاع انضرب الدفاع انضرب الدفاع انضرب يا شباب. لا لا لا، سجل يلا سجل سجل. اه يعني بس انا سجل يا شباب. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يلا يا مصطفى بعد جول. يا سلام. لا 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 لا، اللاعب 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 صار رهيب يا لا 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 لا، هذا يستاهل التقييم الهدف يا شباب، بالأربعة على برشلونة. يا ولد شوف شوف السحبة يا حبيبي، شوف الكرات، تمريرة من فينيسيوس، يا سلام جول. والله انفجرت على برشلونة مساكين. حلوة، يلا رودريجو، يا سلام. خلاص الهدف الخامس. لا لا، آه 5-1 يا شباب. ماكو اوفسايد ماكو اوفسايد ماكو اوفسايد يا يوفيتش. 6-1، خلاص نهاية المباراة. 6-1 نتيجة كبيرة على برشلونة، خلاص احنا بالصدارة يا شباب، برشلونة مركز ثاني، احنا عندنا اقوى خط دفاع بس برشلونة عندهم اقوى خط هجوم. الحلقة الجاية ان شاء الله اتلتيكو مدريد عند اندرلاخت لالتشاسكيب، هذه نلعبها اكيد نصف نهائي الكأس ربع نهائي. اوكي اوكي اوكي، خلاص الحلقة الجاية يا شباب ان شاء الله نهاية الموسم، خلصنا الموسم هذا باربع حلقات ان شاء الله. اذا جانا عقد او عرض راح ننتقل لفريق ثاني، اذا ما جانا نكمل ويا ريال مدريد. بس خلينا نشوف هداف الابطال عندنا. ما انا عندي بس 3 اهداف للاسف. تتوقعون اقدر اصير هداف الابطال؟ طبعا هذه باقي مباريات دور 16 من دوري ابطال اوروبا. بس يا شباب لهنا وصلنا لكم المقطع، ضغط لايك اشترك بقى فعل زر التفاعل، شكرا مشاهده اللحظه. ان شاء الله موعدنا بحلقه جدا قريبه، بس اللايكات فجروا اللايك، الحلقه اللي راحت اجى عليها يا شباب اكثر من 7000 لايك، هذه الحلقه ايضا باذن الله توصل هذا الرقم من اللايكات. وبس في امان الله.